بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في حلقتنا النهارده من اسرتي ايقونه في الكنيسه، وفي سلسله المفهوم المسيحي للجنس تساؤلات، هنحب نجاوب على سؤال تاني مهم: ما هو هدف خلقه الله للغريزه الجنسيه؟ الله خلق الانسان وخلق فيه الغريزه الجنسيه، يا ترى ايه هدف الغريزة الجنسية دي؟ الحقيقة الله خلق الانسان زي ما قلنا كائن عاقل ناطق حي عنده كامل الارادة كامل الحرية، ايضا مدعو للخلود الابدي، وله فكر يستطيع ان يدبر به حياته. ولكن هذا الكيان الروحي موجود في الجسد، عشان كده الجسد ده ربنا وضع فيه غريزة الجنسية، وهي أيضا متعلقة بالروح، لأن الجنس في الكيان الإنساني له دور، هو طاقة في حياة الإنسان، طاقة بتبدأ مع الطفل من أول ما يتولد إما ذكر أو أنثى، وبعدين بيكبر بهذه الطاقة وبهذا الكيان جواه لحد ما يتفجر في فترة المراهقة، وبعد كده يكتمل مع البلوغ ويكتمل أيضا مع النضج الكامل واستخدامه في الحياة الزوجية. ولهذا هذه الغريزة الجنسية أو الطاقة الجنسية بتعبر عن هدف الله من خلقة الإنسان، أن يكون منفتح، إنسان مملوء بالمحبة، أخذ من محبة الله، وبعدين هذه المحبة اللي في داخله بيعطيها لآخر، والله يتجلى في هذه المحبة الموجودة في الغريزة الجنسية اللي هي هدفها لكي يخلق بيها بشر آخرين. الله كان ممكن يخلق الناس كلهم أرواح داخلة في أجساد مباشرة، ولكن خلق الإنسان وأخذ من الإنسان ده حواء، ومن آدم وحواء بيخلق منهم الله بشر جديد، قال لهم اسمروا واكثروا واملأوا الأرض، ومن هنا وضع الله في الإنسان الغريزة الجنسية. الجنس في الإنسان مندمج في الشخصية، الجنس في الإنسان طاقة محبة، طاقة محبة خلاقة كما أن الله خلاق، هذه الطاقة أيضا خلاقة، واستخدامها السليم بيجعل الإنسان كأنه بيشترك مع الله في الخلقة، وهذه هي أعظم عطية أعطاها للإنسان، وهذا هو أكبر تكريم أعطاه الله للإنسان. فالطاقة الجنسية هي طاقة دافعة إلى الخلق والابتكار والإبداع والطموح الإنساني، كل الفنون البشرية هي عبارة عن تعبير عن الطاقة الجنسية اللي موجودة في الإنسان، إنه بينتشر بيكبر بيبقى معروف بيبقى محبوب بيبقى فيه تواصل بينه والفكر اللي داخله يصل للآخر. الجنس في الإنسان أيضا بيربط الإنسان بالله، ودي الحقيقة يعني فلسفة روحية جميلة جدا، كأننا بنقول أن الجنس في الإنسان له مسحة إلهية، وبالفعل لأنه هو عطية من الله للإنسان لكي يستخدمه في التعبير عن المحبة الكاملة. في جوهر الثالوث القدوس كائن الحب منذ الأزل، وهذا الحب أعطاه الله الإنسان من خلال الغريزة الجنسية. الله جعل الإنسان على صورته في العقل والإرادة والحرية والخلود، وجعله أيضا على صورته في الحب الاتحادي. الله خلق الإنسان لكي يدعوه للاتحاد به، ووضع في الإنسان الغريزة الجنسية لكي تعطيه القدرة على أنه يتحد بالآخر، ويصير هذا الاتحاد على مثال محبة الله للإنسان. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول كده إيه: الزواج كمثل محبة المسيح للكنيسة، هكذا محبة الرجل للزوجة. إن كان الإنسان قد خلق ولديه هذا الحب، وكيف إذن يتحقق الحب ده بدون ارتباط بالآخر؟ الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى، ولما نعرف سفر التكوين يقول كده: خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما. وكأن الله في فكره إن الاثنين هم يمثلوا الإنسان، الذكر فرد والأنثى فرد، ولكن اتحادهم بيكون الكيان الإنساني الذي كان في عقل الله في صورة اتحاد ما بين الذكورة والأنوثة. الله أوجد الجنس في الإنسان لكي يحقق به أسمى درجات الحب،
وعلشان هذا الكائن الإنساني يصير معبر أيضا عن الحب، هو يفرح بالحب ويعبر عن الحب الآخر. القديس سيوفيلوس الأنطاكي له تعبير جميل جدا في التعبير في النقطة دي، بيقول: خلق الله آدم وحواء ليحقق الحب الأكبر بينهما، عاكسين سر الوحدة الإلهية. كأن الإنسان من خلال الحب الزيجي بيعكس المحبة الإلهية. الإنسان هو أسمى مخلوقات الله، ولهذا فإن غريزة الجنسية التي في الإنسان هي تعتبر من أسمى الغرائز أو من أسمى العطايا والصفات اللي في الطبيعة البشرية. الإنسان مخلوق عاقل يعبر بالجنس عن محبته الآخر، ويعبر بالجنس عن تكامله مع الآخر لكي يكون بيعكس المحبة الإلهية، ويصير هدف الجنس في الإنسان إن الاتحاد بين الاثنين يقربهم من بعض ويوجد تكامل بينهم في صورة مقدسة مفرحة، ثم تكون هذه الطاقة المشتركة دافع لأنهم حياتهم مع ربنا تكون مقدسة، وأيضا الله يستخدم هذه الطاقة الإنسانية اللي فيهم لخلقة بشر جدد ويثمر وتكتسر وتكتر الطبيعة البشرية من خلال المحبة التي تعكس محبة الله للإنسان. ربنا يعطينا مفهوم الحب الصحيح في حياتنا. أمين.